العراقية. من زمان بتحب يعني أنت من أيام الطفولة بتصمم شيء بيعجبك مثلاً موضوع معين أنت بتختاره؟ شوفي هبة، أنا مو رسام صراحة. يمكن هاي شغلة أنا كثير بتحز بداخل، إنه أنا لو كنت رسام كان صرت يمكن بعد أكثر بعضي، لكن أنا ديزاينر مصمم. يعني هلا انا ما بعرف ارسم بيت وشجره وهاي التفاصيل، لكن بعرف ارسم فستان كامل بكل تفاصيله كسكتشنج وخامه وأقمشة. من زمان انت بتحب هاي التصاميم؟ من زمان، انا عمري 6 سنوات وانا بس برسم هاي التفاصيل. فانا من انا وصغير يعني عندي ميول فنيه لموضوع الازياء بشكل مخيف. فانا كنت صغير وانا بتحسس الاقمشه بالفستان، لما اشوفه أقلب الفستان حتى أشوف شلون مخيط، شلون مشتغلي، شلون مركبين هاي الأبة أو الياخة على القطعة، شلون هذا الفستان عامل هاي النفشة بهالشكل هذا. فكان عندي من أنا وصغير هذه المحاولات البسيطة، اللي أنه أنا أجيب قماش وممكن أخيطه فالشكل معين حتى أظهر فكرة معينة ببالي أو أنا أكون راسم هاي الورق. شجعوك عائلتك على هذا الموضوع؟ جداً، خاصة يعني الوالد. يعني خاصة أنه موضوع الديزاينر النسائي، خلينا نقول بالضبط. أحياناً ممكن كمجتمع، خلينا نقول أنتم كمجتمع عراقي شوي محافظ وكذا، ممكن يوقفوا شوي ضد الشخص أنه ما تعمل هذا الشيء، لا إحنا ما بيناسبنا، انتبه لدراستك. طيب عارضت موضوع الدراسة مع هذا؟ لا لا أبداً، بس أنا الحمد لله كان عندي تشجيع قوي من والدي. يعني الوالد كان هو الأساس في كل شيء، كل شيء وصلت لأني اليوم هو سببه والدي.